مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نتواصل معكم دائما في غرفة الأخبار. وكتجربة أولى من نوعها في الحقل الإعلامي، أطلقها الشاب عبد الوهاب أيت الطيب أول إذاعة ناطقة بالإنجليزية عبر الويب تحمل اسم ألجيري بلاك بيرل أو الجوهرة الجزائرية السوداء، وتلقى اليوم بعد مرور سنتين من إطلاقها تجاوبا وصدى مقبولا بين المواطنين. وللحديث عن هذا المشروع مشاهدينا، نسعد باستضافة السيد عبد الوهاب أيت الطيب مؤسس الإذاعة الإلكترونية ألجيري بلاك بيرل. صباح الخير للسيد عبد الوهاب. صباح النور، شكرا جزيلا على الاستضافة. وشكرا لك أنت أيضا على تلبية الدعوة. إذا عبد الوهاب، يعني وقبل الحديث ربما عن الدافع وأهداف هذا المشروع، يعني المتعلق بالإذاعة الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، نتحدث عن فكرة إنشاء يعني هذا المشروع، يعني كيف كانت الفكرة؟ الفكره بدات في عام 2017. كنت مازلني نقرا في الجامعه، كنت باسكو انا تخصص انجليزيه، كنت نقرا انجليزيه، وكنت كنت حاس باللي باسكو كاين بزاف ناس حابين يتعلموا، نشوفوا بزاف مواطنين حابين يتعلموا اللغه الانجليزيه، لكن يقول لك بلي انا نتعلمها لكن ما كاش وين نبراتيكي، يعني ما عندناش بيئه وين نقدروا نتواصلوا باللغه الانجليزيه. وحسيت انه الاعلام هو حاجة أساسية ومهمة اللي يقدر يعني يعزز من استخدام اللغة الإنجليزية إذا استعملنا اللغة الإنجليزية في الإعلام تاعنا. فجتني فكرة أنه على ما نديروش إذاعة إلكترونية تاع شباب اللي متكلمة باللغة الإنجليزية، وبدينا بحاجة يعني بسيطة جدا، يعني جست سيت ويب وقناة في فيسبوك، لكن مع الوقت إن شاء الحمد لله قدرنا نطوره. نعم، يعني وهل هذه القناة اليوم يعني تلقى يعني رواج ومتابعة يعني من طرف الجزائريين؟ لأنه كنت أشرت لأنه يعني كان في هناك اهتمام واسع من قبل الطلبة والشباب. هي شو بطبيعة الحال ما راحش تلقى إقبال، أنا ديجا متفهمها ومتوقعها بلي ما راحش تلقى إقبال كثير منذ الانطلاق. منذ الانطلاق هذه حاجة أولى. وحاجة ثانية كما اللي متكلمين باللغة الفرنسية واللغة العربية، لأنه ديجا أغلب الجزائريين يتكلموا عربية، وكاين ثان صنف أكبر يتكلموا باللغة الفرنسية، لكن اللغة الإنجليزية ما زالها يعني مازالها مازال الناس مازالهم يتعلموا، ان شاء الله نلحقوا اليوم ما وان اغلبيه الجزائريين يهضروا اللغه الانجليزيه. لكن الحمد لله يعني في الوسط الشباب، وخاصه الشباب اللي يهضروا اللغه الانجليزيه ولا تاع الجامعات اللي وين يقراوا اللغه الانجليزيه، كثير من المرات وين انا نزور جامعات كيما هذو ولا نزور دي زيكول ونتفاجئ لما الناس يعرفوني وانا ما نعرفهمش، يقول لي انا نتبعوا فيك في ألجيريان بلاك بيرل، تلي دات البودكاست مع دونك. هذه حاجات شغل تخلينا سعداء. نعم، يعني وحتى انها ربما تكون يعني حافز ودافع عليك يعني باش تقدم اكثر يعني في هذا الميدان. يعني نتحدث ربما عن هذا المشروع السيد عبد الوهاب، ربما نتحدث عنه من انطلاقه الاسم، يعني ألجيري بلاك بيرل. ألجيريان بلاك بيرل. يعني ما الذي تقصده يعني بهذا الاسم، ولماذا تم اختياره؟ هي في الحقيقه هذا الاسم كان بالتعاون مع صديق لي قريب ليا اللي درنا الاسم هذا، وكانت علاش هي حاجه الاولى جوهره وسوداء، يعني حاجه rare يعني فريده من نوعها، حاجه اللي قليل من تلقاها. وهي علاش درنا هكذا، لانه على حسب المحتوى تاعها، لانه حاجه الاولى متكلمه باللغه الانجليزيه، يعني اول تجربه في الجزائر، يعطيك اول تجربه في الجزائر، هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه من حيث المضمون والكونتنت، يعني الكونتين المحتوى، انا ندير في محتوى شغل شويه ديفيرون، شويه مختلف على احنا بار اكزومبل في البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه في الجزائر. كاين سيرتن كيف نقولوا اتيتيود، يعني طريقه في التعامل وطريقه في التكلم وطريقه في الالقاء اللي لازم تتعلمها خاصه في الجامعه وين يقراو صحافه باش تقدر تدخل في البرنامج هذا. لكن احنا في الاذاعه تاعنا شغل واش نسيو نقولوا باغ اكزومبل كي نديروا لي بودكاست تاعنا جميع بارتيسيبون نقولوا سي الشخصيه تاعك القيها على البرنامج تاعك، ما تسيش تكون زعما اعلامي فلاني ولا يعطيك صحه، كون انت. وعلى هذه راه نشوفوا بلي بزاف لي بودكاست خاصه لي بودكاست راهم يلقوا رواجا كبيرا في العالم، لانه الناس الجمهور شغل يحب يشوف الانسان يكون طبيعته هذاك، ماشي يهضر بطريقه نوعا ما غير باش يبان بلي راهو بروفيسيونال ولا ما غلطش ولا معليش تغلط نورمال كامل نغلطوا. معليش تكون نيرفز هكذا قدام الكاميرا ما بغيتش تهضر، لانه ديجا هذيك حاجه كاين واحد الطابع انساني اللي الناس يحبوا كيشوفوا هكاك. نعم، يعني وهل يعني وصلتم يعني الى هذه النقطه التي اردت الوصول اليها، يعني انت السيد عبد الوهاب؟ ما نقدرش نقول لك وصلت، لكن احنا يعني من خلال تعاملك يعني مع هذا الفريق المؤسس يعني لهذا المشروع. هي واجهنا الكثير من الصعوبات في البدايه، وخاصة احنا لما بدينا ما عندناش يعني تمويل وين نقدروا نديروا دي سالار، يعني كل واحد يكون راتب تاعو. كاين الناس اللي بداو معنا مع الاول، لكن وصل لواحد الوقت وين ما قدرش يكمل دائما لانه يولوا عنده انشغالات
في حياته الشخصية، سواء عمل ولا دراسة ولا يعني كي بدات بدينا كان نوع من زعما نقولوا 3 شهور 4 شهور 5 شهور تكون واحد العمل مستمر، يعني انسان يجيك دائما الاستوديو دائما يدير البرنامج، لكن بعد موراها يتعطل شوية. احنا هذا متفاهمينه على بها دائما سيو مام كي يخرجوا عناصر من عندنا دائما نعطوا الفرصه لعناصر واحد اخرين شباب واحد اخرين باش يدوا التجربه هذه، سواء الناس اللي حابين تجربه هكاك ولا حابين تجربه لانهم مهتمين بمجال اعلامي. ورا نشوفوا الناس اللي يقراوا صحافه جينيرال ما عندهمش وين يقدروا يعني يدربوا ولا ياخذ على الاقل نظره او تدريب قبل ما يدخل في الضمان هذا تاع مجال الصحافه. نعم، يعني ومن خلال هذه التجربه اللي راك تقوم بها اليوم سيد عبد الوهاب يعني والفريق الذي تتحدث عنه انت الان، يعني من خلال هذا ربما التقديم الاعلامي يعني والمتميز الذي تهدف اليه يعني قناه او اذاعه الجيريان بيرل بلاك بيرل، يعني هل هذا الفريق يعني هو يعني يكون من الطلبه بحديثك الان عن انهم ربما يكونوا شباب متطوعون ويهدفون يعني الى تقديم الافضل يعني للبلد؟ احنا بدينا كطلبه وما زلنا نتعاملوا اغلبيتهم طلبه، وكاين اللي ماشي طلبه نعيط لهم الانجلي فريش جرادويتس، يعني كملوا الدراسه تاعهم لكن مازالهم في العمل الاول العام الثاني في العمل ماذا بهم، وكان واحد اخرين اللي عندهم 5 سنين 6 سنين بروفيشنالز يعني بروفيسيونال وهكاك حبوا يقدموا اضافه. عندنا بار اكزومبل انجينير دو سون مهندس صوت اللي هو عنده سنين وسنين خبره في المجال تاع اللي خدم مع بزاف قنوات وعجباته بزاف وقال لنا عندنا بزاف ونحوس على حاجه كيما هذه في الجزائر، قولوا لي كيفاش نقدر نعاونكم. دونك شغل وهذا حاجه تفرحنا بزاف لانه كاين بزاف ناس اعلاميين اللي حابينها هذيك شغل تنجح وحبينها توصل. نعم، يعني ما هي الميزة يعني اللي خلات يعني هذه القناة الإذاعية يعني تكون ربما بهذا الصدى من طرف هذه الإعلامية اللي تتحدث؟ ربما السبب الأول هو الإنجليزية، لأنه نشوف بلي كاين بزاف ناس اللي محبين الإنجليزية تكون منتشرة شوية في الجزائر. تشوفي بلي بزاف لما تكون عندك اللغة الإنجليزية تقدر تخدم في الخارج، يكون عندك يعني كيف نقولوا عدد الاوبورتونيتيز يعني الفرص المتاحه ليك اذا كنت حاب تعمل في الخارج راح تزيد لما تكون تعرف اللغه الانجليزيه، اذا كنت حاب تدرس في الخارج عدد الفرص راح تزيد لما تكون تتكلم اللغه الانجليزيه. دونك كاين بزاف ناس اللي حابين بيان سور ماشي الانجليزيه وحدها هي اللي حتطور البلاد اكيد. لكن تعلم اللغه الانجليزيه هي نقدر نقولوا جزء من هذاك المسار باش نطوروا بلادنا ونقدروا نتواصلوا مع العالم ان شاء الله. يعني وماذا عن هذا الفريق المؤسس دائما لهذا القناه الاذاعيه السيد عبد الوهاب؟ يعني انت كنت تتحدث عن انكم درست الانجليزيه يعني وهذا الفريق يعني باكمله يتحدث الانجليزيه، يعني هل بالضروره يكون هذا الفريق يعني من خريجي يعني اللغه الانجليزيه يعني ام فقط يعني اتقانها يكون يعني كافي من اجل الالتحاق بالقناه؟ احنا شفت احنا عندنا انا شخصيا تلاقيت بزاف ناس اللي ما قراوش انجليزيه لكن يتقنون اللغه الانجليزيه، يعني ليس شرط على الاطلاق خاصه مع الجيل الجديد او الجيل تاعي هذا. كاين بزاف اللي تعلموا اللغه الانجليزيه غير من مجال الاعلام ولا من الافلام ولا الموسيقى ولا يعني كل واحد يكون عنده الدرب تاعو. حتى انا نهار كنت نقرا في الجامعه يعني لما دخلت الجامعه كنت ديجا نعرف اللغه الانجليزيه، يعني كنت نتكلم باللغه الانجليزيه لما دخلت الجامعه. اللغه هذه انا شخصيا نحبها بزاف وما نشوفهاش كيما المجالات الاخرى كيما رياضيات علوم ولا وين لازم تريح هكذا تريح وبعد يجيك استاذ يبدا يهضر وانت تكتب وتحفظ وتتعلم. تقدر حاجه اللي تعلمها لما تكون يعني صح انتريسي فيها صح تكون مهتم بها تقدر تعلمها وحدك. نعم كرينا هذه الجين بلاك بيرل وعندنا امام مدرسه ديشال سكول اللي جايه في فرويبه شرق الجزائر العاصمه، امام تما نعلموا اللغه الانجليزيه ويجونا بزاف ناس اللي هكا عندهم الصعوبه هذه باش يقول لك انا تعلمتها بصح ما كاش وين نهضرها. دائما نعطي لهم هذه النصيحه هو انه حاجه اللي تكون انتريسي فيها تكون برونشي فيها مليح وتكون تبع الاهتمامات تاعك باللغه الانجليزيه. نعم، يعني بالحديثك يعني عن هذه المدرسة سيد عبد الوهاب، يعني هل نفهم من خلالك من خلال كلامك يعني أنه هذه المدرسة كانت هي ربما من أسباب إنشاء يعني هذا المشروع يعني والتفكير في إنجازه على أرض الواقع وتطبيقه؟ نعم، يعني هي شوفي ديجا الألجيريان بلاك بيرل يعني حنا استوديو تاعنا وين باسكو هذه ديجا معلومة كاين بزاف ناس ما يعرفوهاش وين في الاستوديو تاعنا وين نسجلوا وعندنا كاميرا إلي ميكروفون وهذو كامل هذو جايين داخل المدرسة. دونك هذه حاجه ديجا فريده من نوعها ما تقدرش مدرسه تاع لغات اللي داخل عندهم استوديو جينيرال ما عندهم دي كلاس. حنا عندنا دي كلاس وعندنا تان
غرفه وين حاطين استوديو تاعنا، دايرين الميكروفون ايتو. عندنا هذا يعني برنامج اللي انا حابين نطمحوا ليه هو انه مام لي بروف تاعنا اللي يقروا الانجليزيه يقروا الانجليزيه، ومام بو يديروا فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يفهموا جزء من الدروس، يعني ما حاش تكون كامل لكن جزء من الدروس، ويكون في استوديو يعني يكونوا صانعين محتوى وفي نفس الوقت يكونوا يدرسوا اللغه الانجليزيه. نعم يعني، وهذا المحتوى المقدم يعني في هذا الاذاعه سيد عبد الوهاب يعني ربما فيما يتمثل، احنا نشوف انه ربما كنا تحدثنا عن محتوى القنوات الجزائريه، يعني ما الذي سيميز هذه القناه وما هي الاضافه التي سيقدمها للجزائر؟ شوفي انا قبل ما نبدا هذا البرنامج تاعي او هذا الفكره تاعي تاع الجيرين بلاك بيرل، كان واحد العالم نفسي واجتماعي اسمه ستيفن بينكر، شفت واحد الفيديو تاعو خطره تكلم على كان دائما يكومباري الباسي الماضي بالحاضر، واش يقول باللي كثير من الناس يظنوا باللي العالم راهو يتجه غير الاشياء راهي غير تزيد تسوء والكوارث والحروب وكلش، بصح هي في الحقيقه هذا شيء غير صحيح، وكنكومباري وكنقارنوا يعني بالباسي نلقاو روحنا باللي رانا عايشين في افضل وقت اللي مر على البشريه، كاين ما كاش حروب بزاف، كاين كيف نقولوا لاكسي للماء وين تدير هكذا الحنفيه وبعد يسيل لك الماء، هذه من قبل ما كانتش كان الناس كانوا يمشوا بزاف وباش يعني يواسوا الماء. تريسيتي كاين بزاف عفايس نسبه التعليم راهي تطلع. وبعد واش قال وشنو هم الاسباب اللي ادوا لهذو؟ وشنو هالحاجه الاولى اللي قالها؟ قال تواصل الشعوب ما بينها، الشعوب كي بدات تواصل ما بينها بداوا الافكار يتنقلوا وبدات الصناعه تمشي، وبعد ما هذيك الثوره الصناعيه اللي جات اللي لحقنا لهذا الديجري يعني هذا لكن وشنو الحاجه اللي ادت للشعوب باش يتواصلوا ما بينتها؟ قال الاعلام. قال الاعلام هي حاجه مهمه كبيره مهمه كثيرا يعني باش يتواصلوا الشعوب ما بينها، وانا حبيت اللغه الانجليزيه لان اللغه الانجليزيه هي يعني محور تواصل ما بين الشعوب، ولذلك الكونتنت نعاود نولي قلت لي السؤال تاعك على المحتوى. المحتوى حاب دائما يكون جزائري، يعني يكون يتوجه للمواضيع جزائريه يعني وطنيه ومنطو مواضيع عالميه، لانه يعني عندي في لي بودكاست فار اكزومبل برامج درتهم انا وين استضفت اجنبيين تحدثوا على الجزائر تحدثوا على بلادهم، لما يكون الجزائري يسمع ويقدر يفهم واش راه صاري في بلاد واحده اخرى وانسان من بلاد اخرى يسمع ثاني واش راه صاري في الجزائر، هذا راهو يشكل واحد الجسر ما بين افكار ما بين الشعوب. نعم يعني حتى انك يعني ربما تعرف بعادات وتقاليد يعني المنطقه. تماما نعم. والافكار كما قلت لك الافكار هذيك اللي تتواصل ما بين الشعوب، الافكار هذيك انا مدابيا نستعمل احنا نهضروا دوك الوقت الحالي نهضروا على الشركات الناشئه، انا مدابيا نسمع بودكاست ولا نستضيف اجنبي اللي يحكي لي كيفاش داروا فكره شركه ناشئه في بلادهم ومشات لهم، بعد عام جزائري نوم يسمعوا، وبالك واحد لو يقرا في الجامعه دوكا يعني تنسبيرا من هذيك الفكره، وبعد هو يسي يخدم فكره هكا بعد يدير عليها مشروع تاعو في الدكتوره، وبعد يحضر الوزير تاعي يشوف الدكتوره شوفي كاين واحد سميتها باترفلاي افكت. يعطيك الصحه، كاين واحد دوك العالم راهوش مسيباري، راهو كاين تواصل كبير ما بين الناس، وحنا ماذا بينا نكونوا جزء من التواصل هذاك. نعم يعني بحديثك ربما عن المؤسسات الناشئة السيد عبد الوهاب، يعني بما أنك أنت اليوم يعني بصدد إنجاز هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع، يعني هل في هناك ربما بعض التواصل مع الجهات المسؤولة من أجل دعم هذا المشروع يعني وإنجاحه؟ حاولت الاتصال مع وزير الاتصال وزير المينستر كومونيكاسيون، دونك وزير الاتصال قالوا لي عاود بعث لنا كامل يعني كيما نقولوا ابليكاسيون يعني المشروع تاعك بالتفاصيل، كتب لنا المشروع تاعك بالتفاصيل كامل وبعثها، لكن لحد الان مازال ما لقيتش. يعني وعندك امل يعني انه هذا المشروع راح يكون ان شاء الله. انا ما حاش نحن ما يعني ماهوش طايح لي المورال، ما حاش طايح لي المورال هذا بيا نكمل. اكيد ان شاء الله ربي يوفقك سيد عبد الوهاب، يعني ونتحدثوا دائما يعني هذا المشروع يعني الذي هو بصدد اليوم يعني في طريق او في طريق يعني الانجاز، يعني وانت بصدد انجاحه، يعني نتمنى لك ان يكون النجاح في هذا سيد عبد الوهاب. نتحدثوا ربما عن علاقته بهذا المدرسه، يعني المدرسه الخاصه بتعليم اللغه الانجليزيه، يعني هل تطمح يعني من خلال هذا المشروع ايضا ان تقوم ربما ببعض التربصات للطلبه الذين يريدون التوجه لهذا المجال، مجال الإعلام باللغة الإنجليزية هنا في الجزائر؟ شوفي شكرا جزيلا لك طرحتي السؤال هذا، لأنه في سياق الموضوع حبيت برك نقول باللي مؤخرا ربحنا منحة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية
وهذه المنحه واش راح تمول برنامج خاص راح يكون لتدريب الشباب في المدرسه تاعنا اللي راهم حابين ينشئوا محتوى باللغه الانجليزيه. شوفي احنا ما فين نديروا تدريبات كيما هذه، لكن دائما كنبارطاجيوهم في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس جينيرالمون يديروا تعليقات يقول لك علاش الفرص كامل غير في الجي، علاش انا ماذا بيا راني حاب نخدم في البلاد، علاش لازم نكون في الجزائر العاصمه باش نسمع بالتربص هذاك، علاش ما عندناش فرص بالولايات الاخرين. فانا احنا خذينا هذا النقطه على عين الاعتبار وفي المنحه هذه راح تمول تدريب خاص راح يكون لفائده شباب من كامل ولايات الجزائر. دونك عندنا دونك ما عندناش 48 ولايه، عندنا 58 ولايه راح يكون لفائده شباب من كامل 58 ولايه. ما راحش نقدروا نتنقلوا للولايات كامل احنا بالايكويبمنت يعني بالماتريال تاعنا كامل الوسائل تاعنا اللي كاينين، مي نقدروا راح نجيبوهم في دفعات. كل دفعه راح يكونوا عندو البرنامج ممول بالكامل، لكن بيان سو كي كان ممول بالكامل يعني راح تكون شغل شويه فرص ماذا بينا نعطوها للشباب اللي راهم صح مهتمين بهذا التدريب وماذا بهم ثان يخدموا به، يعني كي يكملوا التدريب هذا الفرصه هذه ماذا بهم يخدموا بها، يعني يديروا بها حاجه كيعاودوا يولوا الولايات تاعهم. نعم، يعني وما هو الدافع يعني والهدف يعني من انشاء هذه المؤسسه سيد عبد الوهاب؟ مؤسسة التعليم اللغة الإنجليزية؟ لا، يعني نتحدث دائما عن يعني هذا المشروع، مشروع الإذاعة الإلكترونية. الهدف منه هو حاجة الأولى تعزيز اللغة الإنجليزية، اللي كما قلت لك أنا شغوف كثيرا بهذه اللغة. حاب نعزز اللغة الإنجليزية بنوع ما، أنه نعزز التكلم باللغة الإنجليزية. وهذا جوستومون كاين بزاف ناس اللي ماشي فاهميننا كي نديروا، خاصة لما كنديروا فيديوهات يعني على اليوتيوب ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، كاين ناس يجوا يديروا تعليقات يقول لك بلي علاش راكم تهضروا باللغه الانجليزيه ورانا في الجزائر، علاش ما تهضروش بالعربيه؟ هما مش فاهمين ربما هذه الثقافه يعني غائبه نوعا ما يعني عند الجزائريين. وانا متفاهم هذا يعني باسكو يشوفوا حاجه خطره تاعهم الاولى ايماجينيوك بلي وهي لا كاينه عندنا هدف اللي حابين نوصلوا ليه، انا حابين نعززوا بالتكلم باللغه الانجليزيه في الجزائر، عززهم هذوك الكونفرسيشنز يعني هذوك الحوارات اللي يكونوا في مواضيع جاده اجتماعيه عالميه ومحليه. نعم، يعني تحدثنا ربما عن تكوين الفريق المؤسس وتحدثنا ربما عن تكوين الطلبه، لم نتحدث يعني عنك انت يعني ربما كمؤسس لهذه القناه، يعني هل كان لديك يعني ميول اعلامي يعني من قبل ان تنشئ هذه القناه؟ نعم، انا لما كنت نقرا اللغه الانجليزيه في جامعه بوزريعه بريمير اني دوزيام اني كنت حاب بزاف نولي اعلامي، كنت نتبع اعلاميين اللي في الخارج يتكلموا باللغه الانجليزيه ونشوف روحي انا نشوف روحي كي نكبر نكون كيما هذو الاعلاميين لكن في قناه جزائريه وطنيه، لكن للاسف ما عندناش يعني برامج باللغه الانجليزيه في القنوات تاعنا المحليه، لكن قلت لماذا انا نكري القناه تاعي. كان لي الحظ اني استفدت من فرصه تعليميه وانا قريت في جامعه كونتيكت في الولايات المتحده الامريكيه، وايضا بالمعهد السويدي في ستوكهولم في السويد، وخذيت يعني بعض لي زيكسبيريونس وين رحت في برامج تبادل ثقافي في تركيا في المغرب في مصر. الحمد لله يعني كل هذه عطات لي واحد النوع من الخبره وعطات لي حاجه بزاف مهمه هي الكونفيونس، تكون عندك هذاك الكونفيونس في روحك لما انت تخرج وتشوف العالم كيفاش تبان لك باللي ما انت تقدر دير، باسكو تلاقيت بالناس اللي داروا نورمال وكيما نتايا وهضرت معاهم، لانه بالك واحد لو يتفرج في البرنامج تاعك ويشوفك هكا كيفاش تتكلمي كلش يقول باللي هذه محل راح نوصل كيما نولي كيما هي، لكن هذيك الفتاة اللي راهي تشوف فيك دوكا وراهي حابه دوك تولي جورناليست وكان تجي وتتكلم معاك راح تدي لها كونفيونس تقول بلي نقدر نولي كيما هي شغل راني شفتها. اكيد يعني الثقه هي الاساس يعني في كل ما نقدمه اليوم. نعم السيد عبد الوهاب، نتحدث دائما يعني في هذا المحتوى وفي هذا السياق المتعلق يعني بالاذاعه الالكترونيه، يعني هل نفهم من خلال كلامك يعني ان من خلال الجولات التي يعني قمت بها عبر العديد من دول العالم يعني هي كانت المحفز لك يعني من اجل ربما ان تصل الى ما وصلت اليه اليوم، يعني وكانت ربما بمثابه هي الدورات التكوينيه لك يعني في مشوارك الذي يعني تنوي الوصول اليه اليوم؟ عفوا. هي الفكره كانت قبل ما نخرج من الجزائر، لانه انا ما نحبش هذه الفكره انه كاين بزاف ناس اللي ايماجينيو باللي ما تقدر دير حتى حاجه في الجزائر الا اذا خرجت. تسمى كي يسمعوا بك باللي قريت في امريكا، قرا في امريكا على بها قدر يدير هذيك الحاجه، تسمى انا ما نقدرش ندير مادام ما قريتش في امريكا، نو ماشي لازم تروح تقرا في امريكا، انا قبل ما نروح نقرا في امريكا كانوا عندي الافكار وكلش.
يعني هذه كلشي نقول لك الخرجات هذه في من عاونوني، عاونوني في الثقه في النفس، وعاونوني ان تلاقيت بناس اللي عندهم بعض الخبره يعني في انشاء مشاريع تاعهم. هذا ما كان، لكن انا نشوف انه كاينين قدرات جزائريه، شباب جزائريه عندهم قدرات ويقدروا يديروا شحال من حاجه يحققوا احلامهم، لكن دائما عندنا هذيك الصوره انه ما دامك في الجزائر، ما دامك زدت في الجزائر، ما دامك محاط بجزائريين الافكار السلبيه يعطيك صحه، انت ما حدير والو، ما تقدر دير والو، راك غير تضيع في وقتك. انا ديجا خاص شخصيا قالوها لي شحال من خطره، راك غير تضيع في وقتك، واش راك دير لهنا، وكان جيت منك راني يعني في الخارج ماك تجاك انت. مي انا قلت لك الخرجات هذو هما اللي داروا لي كونفيونس، وكان ما خرجت هكاك وكان راني قلت ايه بالك هذو عندهم الحق. مي انا ما قلتش هذو عندهم الحق باسكو انا على بالي وراه الحق، باسكو خرجت وشفت. نعم، يعني في هذا السياق رسالتك للشباب السيد عبد الوهاب، يعني دائما من اجل يعني تجسيد طموحاتهم هنا في الجزائر. هو بالك هذه سمعوها شحال من خطره انه لازم يفيقوا بنفسهم، لكن باش الحاجه الاولى ما يكونوش خايفين ان يغلطوا، ما يكونوش خايفين انه يسيروا الدرب تاعهم وحيدين. حنا نشوفوا باللي بزاف حنا البروبليم في الجزائر، وحنتكلم بطريقه علم اجتماعي هنايا، كاين بزاف ناس اللي على بالهم وراه الحق، على بالهم وراه الحاجه الصحيحه، على بالهم واش راهم حابين، بصح ما يقدرش يروح في هذاك الدرب يمشي وحده، لازم يشوف صاحبه يقول له واش رايك نديروا هذه وهذه، وكان صاحبه ما يقول له ما نديرهاش ما يديرهاش هو، يقول له واش رايك نبداو نديروا الرياضه، واش رايك نتوقفوا على التدخين، واش رايك، لازم يجيب صاحبه معاه، ما يقدرش هو. انا ما كنتش هكاك، انا كانت تجيني فكره في راسي نروح نديرها مالغري صحابي، ما على انا في وين راني ساكن، واحد ما يتكلم اللغه الانجليزيه، واحد ما راهو يدير واش راني ندير، ديجا هما يشوفوا فيا غير هكا في فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي، ماشي فاهمين كامل واش راني ندير، ماشي لازم ندي ناس معايا باش نروح ندير هذيك الحاجه. دونك هذه هي النصيحه اللي نحب نعطيها للشباب، انه يكون عندهم الشجاعه باش يسيروا في الدرب تاعهم لوحدهم لما يكونوا يامنوا به. نعم اكيد، يعني ربما هي انك امنت بالفكره تاعك يعني ولما راك تجسد فيها، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. السيد عبد الوهاب ايت الطيب، مؤسس الاذاعه الالكترونيه الجيريان بلاك بيرل، يعني نتمنى لك كل التوفيق لك وللفريق المساعد لك. العفو. اذا مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقره، شكرا لكم، في امان الله.